السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى البنات أنكم تكونوا إن شاء الله في أفضل حال. مرحبا بكم معايا إن شاء الله في القناة. اليوم غادي نشارك معكم واحد الوصفة رائعة إن شاء الله. هاد الوصفة كانت يعني رائعة لتنشيط المبايض، وفي نفس الوقت هاد الوصفة هذه يعني ديريها بعد الدورة الشهرية، فإن شاء الله كتحيي يعني كتنقي لك الرحم ديالك، وفي نفس الوقت راه رائعة يعني كتخصب البويضة وكتهيئها ان شاء الله في القرنفل. البنات كما كيبان لكم يعني عندي هنا جوج ديال المكونات، عندي القرنفل وعندي الزنجبيل. فالقوة ديال الزنجبيل وكذلك ديال القرنفل رائع رائع البنات، وبجوجهم يعني كينشطوا لنا ان شاء الله الرحم وكذلك يعني كينقيو يعني كي ما كيبقاش فيه يعني اي حاجه من الدوره السابقه، وفي نفس الوقت كيهيئوا ان شاء الله للحمل. فالبنات راه وصفه رائعه يعني من بعد اي دوره راه مزيان انكم ديروا الزنجبيل. الا ما كانش متوفر عندكم القرنفل يمكنكم ديروها الزنجبيل او كذلك القرنفل، ولا جمعتوهم بجوج راه رائعين رائعين البنات. فيعني القرنفل او المسمار فهو هذا كيكون على هذا الشكل هذا، فهو يعني معروف. وكذلك الزنجبيل، انا خديت واحد شويه ديال الزنجبيل وقطعته يعني نقيه وحطيته على جانب، وهذا هو الزنجبيل كما كيبان لكم راه رائع البنات، يعني الفوائد ديالو راه معروفه ان شاء الله للحمل. اول حاجه غادي ناخذ تقريبا يعني واحد سبعه ديال الحبات هكاك، تل تسعود ديال الحبات غادي نديرهم في واحد الابريق وندير معهم هذا الزنجبيل. هذا يعني الزنجبيل اللي نقيت، وان شاء الله نضيف عليهم الماء ونديرهم يغلاو يعني يغلاو غير واحد شويه، ومن بعد صافي هما موجودين. فكما كيبان لكم غادي نهز هذا الزنجبيل الاخضر الرائع المفيد ان شاء الله غادي نديره ونضيف عليه كذلك كما قلت لكم يعني سبعه الحبات حتى لتسعود ديال الحبات ديال القرنفل. انا هنايا تقريبا درت تسعود على ما اظن، تسعود اللي درت ديال الحبات. المهم غير ما تقويوش يعني واحد الكميه كثيره، اما يمكن لكم ديروا سبعه تسعود حتى 15 حبه راه مزيانه. درتو يعني هذاك كبير ابريق كبير فديروا 15 حبه بحال هكاك. صافي ان شاء الله غادي نديرهم ونضيف عليهم الماء. فانا هنايا غليت الماء وغادي نضيفه لهاد الابراق كما كيبان لكم، ومازال غادي نديرو يعني نديرو فوق من النار يعني واحد جوج دقائق غير يغلى واحد شويه صافي. يعني بحال بغيت نشحر اتاي مثلا، بحال بغيت نشحر اتاي نديرو واحد شويه نحس بانه غلى صافي ان شاء الله، وكنحيدو من فوق النار ونخليه واحد ربع ساعه تنحس بانه طلق ودفى يعني باش نقدر انني نشربو. دابا كما كيبان لكم يعني غير يغلى غير واحد دقيقه يغلى، حيت اصلا الماء كيكون سخون غير يغلى واحد دقيقه صافي، وتنحيدو تنحطو على جانب نخليه واحد 10 ديال الدقائق حتى يبرد ويدفى ويطلق وصافي ان شاء الله كيجي على هذا الشكل هذا. فكيطلق يعني القرنفل كيطلق لنا، وكذلك حتى الزنجبيل كيطلق الفوائد ديالو. فان شاء الله هذه الوصفه هذه غادي نستعملوها بعد الدوره الشهريه، كاس في الصباح وكاس في الليل حتى الايام ديال الاباضه، حتى اليوم 14 من الدوره يعني حتى الايام ديال الاباضه صافي ان شاء الله، ونحبسها يعني نشربوها سبعه ايام بعد الدوره الشهريه ان شاء الله. فراه البنات وصفه رائعه، وصفة ان شاء الله غادي تنفعكم. وهذا هو الفيديو اليوم اللي حبيت انني نشاركه معكم، فكنتمنى انه ينال اعجاب دي.